التلفزيون العماني يحيي بالمشاهد، بنقول يا هود وهدى الليلة وكل ليلة، ترحيب طيب من فواد وعلوم ومناشد، بنقول يا هود وهدى الليلة وكل ليلة، نلتقي بالناس والقلب دايم فرحان، نرمس مع الرماس نحيي تراث عمان، نلتقي بالناس والقلب دايم فرحان، نرمس مع الرماس نحيي تراث عمان، نلتقي بالناس والقلب دايم فرحان، نرمس مع الرماس نحيي تراث عمان، دايم على صدق الوعود زين ما مشكلة يا أخي، بزعل والله بزعل بزعل. مرحبا فيكم مشاهدينا وما كنتوا في برنامج هود هود، ودائما نجدد لكم التحية. والمثل المثل يقول يحسدوا الأعمى يحسدوا الأعمى، ايش تكمل ده معنا مثلا باك تكمله، يقول يحسدوا الأعمى. ما أعرف الله والله ما أدري، ما أقدر أكمل هذا الكلام. حد منكم يا عنده تكميل يكمل؟ والله ما أعرف. يحسدوا الأعمى؟ والله ما أدري، ما أعرف والله، ما أدري صراحة. ما عرفته؟ ما أعرف صراحة. أبدا؟ أبدا. غير بدل. ما أعرف، ما أعرف أقول. يحسدوا الأعمى على الظلام؟ كنا على الظلام. بنشيلك في السيارة، بنطلعك في الجبل، وبنطلعك سماء، وانت لي دلار. ناقتي يا ناقتي. وش رايكم؟ ايش من الشعر معك؟ والله الشعر ما قصد ولا فنون؟ ولا الفنون لا، عندي الا هذه كوي وي بس. يلا بسمعها زين. ها؟ بسمعها. تسمعها؟ ايوه. الله، ابها مره. ها؟ عجبتهم؟ عجبتهم؟ عجبتكم؟ يعيدها مرة؟ مره ثانيه؟ عيدها مره. ايوه يحسدوا الأعمى. يحسد الأعمى؟ ما عرفته؟ والله ما عرفته. والله ما يحضرني المثل. ايش تكملته؟ يحسدوا الأعمى؟ ايش تكملته؟ البصير شيء. يحسدوا الأعمى؟ والله ما أدري كيف يعني. والله ما يهمني يحسد الأعمى. يعني الإنسان اللي عنده يمكن يحسد هذا الإنسان اللي ما في عقل؟ والله ما أدرينا، هي بسيطة لكن بس ما أدلينا على بسيطة كثير. الله بسيطة كثير. أنا ما أكله هذا. لا تأكل. فيش والله شحوم 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 ما أكله. عادي. والله الشحم ما أكله. ما في شحم. زين إحنا معنا مثل. نعم. أريد تكملته، يقول لك يحسدوا الأعمى. يحسد الأعمى. يحسد الأعمى على كبر عيون. على كبر عيونه. يحسدوا الأعمى. كبر عيونه. كيف عرفته؟ ولا مرة سمعت فيها هذا. بس ما غريبة عيسى؟ كيف يعني مسكين أعمى وعادهم ما حسدين إن عينه كبيرة؟ والله ما مفروض إنه عاد ينحسد هذا. هو أعمى وبعد ينحسد، ينحسد على إيش؟ لكن سبحان الله المثال. يحسدوا الأعمى على كبر؟ كبر عيونه. يحسدوا الأعمى؟ على كبر عيونه. إجابتك صحيحة يا عيسى، ولك جائزة مقدمة من تلفزيون سلطنة عمان، برنامج هود هود، تستاهل. تحتزم.
بذل سلام الله على شيب وشباب عن لا تقولوا في السلام مقصرين لك يسحبه واسحبه واسحب يوم ضيق بقول له حلكي هود يا هود لي مشاهد مريح بابك عندنا سهم وسهمين وثلاث أسهم وزعوهم على ثلاث أشخاص عرفتوهم؟ من هم الأشخاص؟ السهمين سهمين وسهم هذا لغز ولا سؤال يعني لغز وسؤال انت مر هناك ما نفكر سهم وسهمين وثلاثة سهم وزعوهم على ثلاثة أشخاص وزعوهم على الله أعلم والله ما أدري والله مش عارف عرفته؟ عارف والله الرجل والحرمة والولد ما تغير؟ لا سهم؟ سهمين؟ ثلاثة موزعين على ثلاثة أشخاص من هم ثلاثة أشخاص؟ والله أتوقع الرزق ثلاثة أسهم ثلاثة أسهم على ثلاثة أسهم ثلاثة أسهم موزع على ثلاثة أشخاص كل شخص سهم إذا واحد عنده قسم يقسمه على ثلاثة أفراد إذا كان جالسين القسم يقسم على ثلاثة اللي الثلاث الجالسين ها إذا كيف يعني وضح لي الحين أنا أعطيت مثلا مادة وهذا أعطاه مادة وهذا أعطاه مادة وانت جت الحاجة انت جت شيء كل واحد بيشيل قسمه ما انت جت شيء ماشي بعد أربع سنوات أنا بغني نانا وعندما تحفظ ثلاث كلمات السنة الرابعة تكتمل معك الأغنية كاملة وتلحنها سهم سهمين وثلاث أسهم أعطوهم ثلاث أشخاص من هالأشخاص ما عرفتوهم على فكرة اليوم ما سمعت نانا تبى تسمعوا نانا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ كيف حالك سالم؟ أنت بخير؟ الحمد لله. ما شاء الله اليوم رذاذ. شفت إن الساعات العصرية اليوم يوم الجمعة شفت الوقت مناسب عندي هنا لأنه بفكر عندي شعر شوية بحاول إنه أرتب شيء من كلمات. النانا موجود، الدبرارت موجود، مشعير شيء مشعير؟ لا لا المشعير هذا ما يكون الحين، المشعير يكون أوقات بالليل ويكون مناسبات مع الحريم وال. إذا كان عراس وإذا كان سهرات أنت مسلم من زمان برنامج مناديس قلت لي بعلمك النانا المشاهدين عذروني لو ما عرفت لكن بحاول نانا اليوم أشلها زين اليوم بنختبرك في شل صح غلط أنا أشلها أنا شليت اليوم صح أنت تتعلم وتعليمك بيصير صح وإذا غلط وإذا غلط بتكرر مرة ثانية ما جاء صح إلا من بعد الغلط والله ممكن أحتاج لك سنوات واليوم التقينا برنامج هود هود يعني من ثلاث سنوات تقريبا بعدك ما علمتني بس المشكلة أنا قادر إني أعلمك وأنت بتركب ولا الصوت ولا الحان لكن المشكلة كيف طابق الكلمة مع اللحن لأنك أنت الحين من هذه الفترة اللي هم الحين كم أكثر من سنة وسنتين ثلاث سنوات تقريبا ثلاث سنوات زين شريك الكل سنة علمك كلمة الكل سنة علمك كلمة وعندما تحفظ ثلاث كلمات السنة الرابعة تكتمل معك الأغنية كاملة وتلحنها خلاص بعد أربع سنوات أنا بغني نانا بعد خمس سنوات ألحن نانا بعد ست سنوات أنا أكتب كلمات نانا نا مع بعض نا 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 كيف بداية أول نا 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 نا
غويتك. لازم اتعلم اليوم مصر. يلا. بس الحين وش يعني الكلمات؟ اريد طريق فجأة بكم زير حم صدك الذي بمحابة خلالك صدك. يعني إذا كنت صادق تحب من الصح قدمني بكل بما تقدر قبل ما تقدم نفسك. والله هو صحيح، يعني اللي يحب صدق أكيد يضحي عشان حبيبه بكل ما يملك. هذا القاعدة، وهذا هذا الحب الصادق طبعا. هذا نانا، من زمان نفس الشيء سمعتني فنانة لحن قصير، قلت لي هذا خاصة لما يبنوا لما يسووا حاجة، تتذكر؟ أيوة هذا لحن القصيرة بسمعه. إذا لجان أزرد، إذا لجان أزرد، أدك توب زلصق والاخترج ما نسبك، والاخترج ما نسبك، إن حنوز مكلب رفوت نعزيز أو حفز يغد دلسك، أو حفز يغد دلسك. الحين واضحة. زين دبرارت. الدبرارت أحمد زاد أرضت صلي أبكت بزان، أحمد زاد أرضت صلي أبكت بزان، قول نجم لشان بثقل خطر محن سبرك تعذك عيون بزدودك خزان. كيف الدبرارت يشيلوها؟ دبرات يشيلها واحد، لكن إذا كان اثنين وكان واحد يشيل معك هو كان أحسن. يقول لك سهم وسهمين وثلاث أسهم موزعين على ثلاث أشخاص، من هم الأشخاص اللي الثلاثة؟ عاد أنت ما شاء الله عليك نانا ما تعبتك، دبرات ما تعبك، يعني بيتعبك هذا؟ والله السؤال هذا أحتاج له تفكير. الباء والتاء والثاء. الباء والتاء والثاء. كيف؟ يعني الباء عليها نقطة والتاء نقطتين والثاء ثلاث نقاط. أقول غير. أتوقع هذا الحل صح. الإجابة صح. ما شاء الله عليه. الباء والتاء والثاء. الباء سهم، التاء سهمين، والثاء ثلاثة سهم. مسلم، يعطيك العافية. ما شاء الله عليك. إجابتك صحيحة وفزت معنا بجائزة نقدية مقدمة من تلفزيون سلطنة عمان، برنامج هود هود، تستاهل، تفضل. كان زائر